الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي اشتهر بعبارات كثيرة أثارت جدلاً واسعاً نظراً لتضمنها معاني متناقضة وغريبة. إليك 10 عبارات لم تسمعها من قبل. للمرأة حق الترشح سواء كانت ذكراً أو أنثى. أيها الشعب، لولا الكهرباء لجلسنا نشاهد التلفاز في الظلام. أنا لست ديكتاتوراً لأغلق الفيسبوك، لكنني سأعتقل من يدخل عليه. تظاهروا كما تشاءون، ولكن لا تخرجوا إلى الشوارع والميادين. سأظل في ليبيا إلى أن أموت أو يوافيني الأجل. الديمقراطية تعني أديم الكراسي. أنا قائد الثورة مش قائد البلد. الفلسطينيون أغبياء والإسرائيليون أغبياء. أي مسلم في كل العالم الإسلامي يتعامل مع سويسرا هو كافر.